شبعناها عافية فيك الريح باي فرخ ضوي حكيت لي عليك صاحبتي قتلي صاحبي فرخ حاوي لحظة كلملك مسير عيف لحظة وي أسير عيف تشنو الخبل اللي عندك هذا يا دي شد خدامتك يرحم بوك الحالة الكلبة دي اللي فيها تو تخيط ولا تنيك هذي فسد في اهلي شوية بتبيع تثنية صحيحة ما نخرج خاطر صنفوني مع العبيد القبيحة توفى كيفاش مانيش فاهم ما باي اصحاب سوتيحة ما تلومونش على القحبة اللي شمينا عليها الريحة وي وي سكو سكو تفسد فيها على شي بتبيعتها فيزا يا معلم فيزا 100% واصل يا كيكة واصل تنجحي وتولي مشهورة مش كيما نقول لك براني كما كيما نشد نيكها بالحق مش كيما نقول لك راك زبور كيف ما نقول لك راك احبك وي يا سي رايف يا ولدي شد نيكها بالحق يا ولدي يا ولدي غلبت علي يا معلم تمناش ليه تدي خدامة النمدة ليه تخدم ولا ليه تنيك تعمل في التيك توك كذي اكويها 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 مش بعس على صنعتها اوكي يا سي رايف اوكي خرج علينا سينها وتميل وتوري فينا في الزمونكا استهدي بالله يا بنتي بري عملي خيشة للدار عم نظف الدار خيشة مش خيرة شو المارك هذي